نتابع هذه الصور المباشرة الخاصة بالتلفزيون العربي من أمام مستشفى جنين الحكومي، قطع التيار الكهربائي عن المستشفى ومحيطه. وكما نرى، كنا تابعنا الصور منذ قليل مع مراسلنا عميد شحادي، ونرى الآن في هذه الصور التي تأتينا من هناك انقطاعا تاما للتيار الكهربائي. تابعنا أيضا صورا منذ قليل لتقدم جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك نسمع الآن أصوات إطلاق الرصاص. وكان مراسل التلفزيون العربي أخبرنا عن اندلاع شبكات عنيفة هناك. أعلن المستشفى، مستشفى جنين الحكومي، عن سقوط شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، كما قطعت قوات الاحتلال الكهرباء أثناء اقتحامها المخيم. اندلعت اشتباكات بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدة مصابين بالرصاص الحي. كما أظهرت بعض الصور استهداف المقاومين لقوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، فيما بدأت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في محيط مخيم جنين. سنذهب إلى مراسلنا، مراسل التلفزيون العربي من هناك، من أمام مخيم، من أمام مستشفى جنين الحكومي، عميد شحادي. عميد، انقل لنا الصورة. محمد، مستشفى جنين الحكومي أبلغنا قبل قليل عن أو أكد وجود شهيدين وصلا إلى المستشفى، وهناك على الأقل 7 إصابات بالرصاص الحي. الجرافات العسكرية الإسرائيلية التي خرجت من مدخل المخيم، الجرافة العسكرية التي خرجت باتجاه مدينة جنين، وقلنا أننا سنفهم إن كانت هذه الجرافة التي كانت على مدخل المخيم والتي دخلت إلى داخل المخيم أم لا. فعليا عادت الجرافة مرة أخرى إلى مدخل مخيم جنين، وهناك جرافة ثانية داخل إطلاق نار الآن، وهناك جرافة ثانية عند مدخل مخيم جنين. إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتمركز على مدخل مخيم جنين. أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة باتجاه مستشفى جنين الحكومي، أصابت جدران المستشفى بعد أن مروا من هنا من أمام المستشفى، وتفرق الشبان الموجودين هنا وهم من أبناء المخيم الذين تقع بيوتهم على عند مدخل المخيم، ولجأوا إلى داخل المستشفى ريثما تظهر ملامح أو ريثما يظهر ملامح هذا الاقتحام الإسرائيلي الواسع. قوات الاحتلال تعمدت إطلاق النار مباشرة على محولات الكهرباء الموجودة بالقرب من مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء التي الموصولة إلى داخل أحياء من مخيم جنين. أيضا شهدنا قبل قليل من داخل مستشفى جنين الحكومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالجرافات قام بهدم بوابة الأقواس على مدخل مخيم جنين. كانت الجرافة تهدم في بوابة الأقواس، عمليات تخريب كبيرة تقوم فيها جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم جنين وفي محيط مخيم جنين. دمروا البنية التحتية بشكل كامل، الشوارع المؤدية للمخيم تم تدميرها. الآن تصل سيارة إسعاف الآن من أو عفوا هو الدفاع المدني. يبدو أن هناك حريق، يبدو أن هناك حريق نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مدخل مخيم جنين. سيارات الدفاع المدني تتوجه إلى مدخل مخيم جنين. اندلع حريق في مدخل مخيم جنين، نشاهد الحريق من هنا فقط، سوف نحاول أن نرى. نعم، الآن هناك حريق، نقترب بالكاميرا فقط لأنه يتم إخلاء الناس من عمارة تم اشتعال النيران فيها هنا على مدخل مخيم جنين. فقط سوف نتابع بالكاميرا الآن ما يجري هنا على مدخل المخيم. نقترب قليلا هنا. إذن تشاهدون الآن يتم إخلاء عائلات من عمارة، هذا ما نشاهده. سوف نقترب قليلا، نقترب باتجاه المواطنين الذين تم إخلائهم من داخل عمارة اشتعلت فيها النيران
في هذه المنطقة نقدر نحكي معك؟ شو اللي صار معكم؟ اللي صار انه فات علينا على الشقق على الطابق الاول بالذات وخبرونا انه راح يصير انفجار اطلعوا فوق على الطابق الاخير فوق. فطلعنا فوق تصل الانفجار، انا الي جيب باب العمارة طبقوه حطوا باب العمارة ولعت النار، ما عرفناش نطلع من العمارة لانه مسكر باب العمارة بالجيب. ضلينا نستنى في الدرج قبل ما جاب الجراف وكان مسجد من باب العمارة فتحوا لنا مدخل واخرج وطلعنا من باب العمارة. طلعنا كل السكان حاليا. واشتعلت النار في العمارة؟ نعم النار مولعة. أنا بالطابق الأول النار في عندي في كلب الشقة جوا صار. كل السكان تم إخلاءهم؟ طبعا في إجرار غاز هسا راح تفقع في الشقة. راح يزيد الانفجار إذا ما سيطروش عليه. شكرا لك. سوف نقترب اللي تشاهدون الآن يتم إخلاء المواطنين الفلسطينيين من داخل عمارة سكنية على مدخل مخيم جنين بعد أن أحرقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجيرات قام بها عند هذه العمارة. الآن تشاهدون عشرات المواطنين الفلسطينيين نساء وأطفال يخرجون من هذه العمارة بعد اشتعال النيران. يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران التي اشتعلت في هذه العمارة، ولكن تم إخلاء السكان جميعهم من العمارة. عشرات المواطنين خرجوا الآن، نزحوا من هذه العمارة باتجاه مستشفى أمين الحكومي. هي على مدخل المخيم عميد، هذه العمارة على مدخل المخيم من إخماد النيران. نعم على مدخل المخيم، والآن نعم وكما تشاهدون هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية تمكننا من الاقتراب إلى هنا، منعونا في البداية ولكن مع خروج مع نزوح المواطنين تمكننا من الوصول إلى هنا. الآليات العسكرية الإسرائيلية كما تشاهد محمد تتمركز على مدخل مخيم جنين هنا، ورجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي اشتعلت في هذه العمارة على مدخل المخيم. نشاهد الآن يتم نقل طفلة على كرسي متحرك، طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم نقلها على الكرسي المتحرك من داخل هذه العمارة التي أشعل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران بعد تدمير المحال التجارية. انفجار كبير الآن في المنطقة التي ينشط فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم بتدمير مداخل المخيم. قاموا بتدمير محال تجارية هنا واشتعلت النيران في هذه العمارة وتم إخلاء السكان. طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تم نقلها من هذه العمارة إلى مستشفى جنين الحكومي. إذن اشتعال النيران، التدمير الآن أصبح بإمكاننا أن نقترب وسنقترب أكثر. الآليات العسكرية الإسرائيلية هنا تتمركز عمليات التجريف في هذه المنطقة، و يحاول طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني إخماد النيران في هذه العمارة التي اشتعلت فيها النيران على مدخل مخيم جنين. نشاهد التدمير، اشتعلت النيران بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل هذه العمارة كما تشاهدون في الصورة. يحاولون إبعادنا عن هذه المنطقة. نعم تشاهدون إخماد للنيران، جيش الاحتلال يريد أن يبعدنا، يطلب منا هذا المكان. لا يريدنا جيش الاحتلال أن نقوم بتصوير هذه المنطقة التي قام بتدميرها والعمارة التي أشعل النيران فيها، ما أدى إلى نزوح عشرات المواطنين باتجاه مستشفى جنين الحكومي. طواقم الإطفاء تحاول السيطرة على النيران. بعد الاقتراب إلى هذه النقطة تمكننا من مشاهدة هذا التجريف. يبدو أننا فقدنا الاتصال بعميد شحادي الذي كان